السلام عليكم ومرحبا بكم، مرحبا بمحبي مادة الرياضيات. في هذا الفيديو سأقدم لكم شخصية معروفة جدا في علم الرياضيات وهو الخوارزمي. ولد العالم محمد بن موسى الخوارزمي، وهذا هو اسمه الكامل، سنة 780 ميلادية، وهو من قبيلة خوارزم الموجودة في فارس، ثم انتقل بعدها للعيش في بغداد في العراق، وعاش في عصر العباسيين، وتوفي سنة 850 ميلادية، أي أنه عاش 70 سنة. ويعتبر الخوارزمي هو مؤسس علم الجبر في الرياضيات، وعلم الجبر هو العلم الذي يهتم بالعمليات الحسابية. ومن أهم إنجازات الخوارزمي هي وضعه للأرقام العربية التي نعرفها بالاعتماد على الزوايا، وكنت قد وضعت فيديو شرحت فيه كيف وضع الخوارزمي الأرقام العربية التي نعرفها اعتمادا على الزوايا، ويمكنكم الرجوع لهذا الفيديو من خلال هذا الرابط الموجود في الأعلى. من أهم اختراعات الخوارزمي في الرياضيات هو الصفر، بحيث يعتبر الصفر من أهم الأرقام التي تغير قيمة العدد. من أهم كتب الخوارزمي كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، بحيث يحتوي هذا الكتاب على أسس علم الجبر في الرياضيات، ويعتبر أيضا مرجعا لمجموعة من الطلبة والباحثين في مادة الرياضيات. وأخيرا، الخوارزمي ليس عالما في مادة الرياضيات فقط، بل له إسهامات عديدة في علم الفلك والجغرافيا. إذن كانت هذه بعض المعلومات عن الخوارزمي، وعلى كل محب لمادة الرياضيات أن يعرف هذا العالم ويعرف بعض المعلومات عنه. إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.